دورة رائعة واستثنائية وفاجأتني بعدة أشياء وبينت بأنه هناك أمل كبير ومستقبل كبير في هذه البلاد وفي هذه الأرض، ماشي غير في هذا الميدان، في عدة ميادين. الحمد لله نحن في تقدم حقيقي بكل صراحة. هذا المهرجان أبان عن أشياء مهمة فيما يتعلق بإنتاج سينمائي مغربي، خاصة ميدان الرسوم المتحركة الذي يصعب على العديد من الدول الدخول فيه، أو على الأقل حتى الأمل في الدخول فيه. ولهذا المهرجان يعني في الواقع مفاجأة، مفاجأة سارة. وأهنئ بكل صدق القائمين عليه بأنهم نجحوا في تأدية الرسالة ديالهم وبلغوا بها المدى بعيد جدا. هذا هو الواقع بكل صراحة. بأنه وقع تطور على مستوى المبادرة الفردية إلى يومنا هذا ما زالت قائمة. لا من ناحية المهرجان لأن القائمين عليه يعني عندهم واحد الشحنة وواحد الحزمة كبيرة من الوطنية ومن التكوين الوطني، وباغيين يخدموا هذه البلاد بدون أي مبرر، يعني بغض النظر على شغلهم ولا على ما يكسبونه من رزقين إلى آخره. قاموا بأعمال فردية من نهار اللي تأسس هذا المهرجان وهما غاديين في هذا الاتجاه، كوصلوا لهذه النقطة هذه. وهذه النقطة هذه أسباند ماذا كشفت في هذا المهرجان؟ بأن هناك شركة الآن لإنتاج هذا المنتوج هذا بصفة خاصة، وهناك تدريس لهذه المادة في المعاهد التكوينية ديال الفنية في المغرب مثل ليزاداك ولا معهد الفنون الجميلة ديال تطوان، وهناك أساتذة موجودين الآن متخرجين، وهناك حتى دكاترة في هذا الميدان. إذن هذا ماذا يبشر؟ يبشر بخير عميم جدا. وهناك مثلا هنايا عمل المهرجان حتى الجانب التجاري شجعوا، دار الاسطوند ديال الشركات ديال الانتاج وديال التسويق وديال الى اخره. هذا الشيء ما كاش، كانت عندنا صحراء قاحله تماما. وهذا الشيء كامل ماشي عن سياسه حكوميه مرسومه قائمه الذات، كلها مبادرات فردية، ناس وطنيين حقيقيين تيقوموا بهذا الأعمال. نقطة على السطر. أما ما بالك أنه بعد هذا المهرجان اللي أول مرة ولا بصفة رسمية تحت الرئاسة الفعلية صاحب جلالة محمد السادس. ثانيا هذه المسألة حتى هي ما وصلتش إلا بمبادرات فردية. حقيقة المبادرة الفردية هي الأساس في أي تقدم، ولكن خاصة ملي توصل لواحد المرحلة معينة تخصها الدعم باش تستمر بالقرار السياسي، بالسياسة الموجهة، بالرجوع إلى الحقوق ديال اللي قاموا من النهار الأول بهذا الانطلاقة، الاعتراف لهم بسميتو بمجهودهم وبتعزيزه، وإلى كانوا باقين في الحياة باش يزيدوا أكثر إلى الأمام. هذاك العمل كان شدو واحد السيد يسموه الفيلالي. هذا الفيلالي هذا كان الله المرحوم الله يرحمه ويجدد عليه رحمات، معروف كان كاريكاتيريست في لوبينيون، جريده ديال حزب الاستقلال الفرنسيه، العالم بالفرنسيه اسمها لوبينيون. كان هو رسام كاريكاتوري، كان بدا يبغى يعمل محاوله حتى هو في الرسوم المتحركه، مشى للمركز السينمائي وكذا كذا، بدا تيعمل شي حويجات العيوش وكذا ويشد هذا سميتو. انا في ديك الفتره حتى انا بديت تنعمل بدايه الثمانينات، التقينا تما تعرفنا تصادقنا، قال لك ودي راه خدا كذا شي سميتو، مشينا فيها. انا صوبته لان انا كان عندي شويه ديال العرف في هذا الميدان وكذا والى اخره، وهكذا مشى. فقط لانه كان بان في التلفزيون كذا وخد هذيك الشهره ديالو. من بعد درت انا مثلا الفلاحه، درت اشياء اخرى، ولكن اشياء اللي كانت ما بانتش بهذيك الطريقه. بجوج
3D هي واحد الأداة أو واحد الوسيلة تقنية لتسريع الإنتاج ولتحجيمه، دير مسلسل ديال 100 حلقة وكذا، ولتوظيف الناس، توظيف عدد كبير من الناس المحركين وكذا كذا. هذه الأمور تتكب في الميدان ديال التمويل وديال سميتو استمرارية العمل وديال تقويته اقتصاديا أساسية. ولكن في نفس الوقت ما نساوش بلي 3D اللي تتشوف الأفلام تلقاها كلها بحال بحال، الإبداع تيكون فيها ضعيف، تيكون يعني ماشي غير ضعيف، برمجة تيكون يعني منضطر تماما، يعني هذا تنقل من هذا وهذا تنقل من هذا، وتلقى المسألة بحال شيء مكرر. بخلاف أنه إذا كان الرسم متحرك، يعني أولا حتى تقتل ديك الموهبة ديال الرسم عند المبدع، تيولي يدير غير رسم واحد وما تيحاولش يبينو من جميع الجهات، جميع الجهات تتبين الآلة اللي تديرها، أو لا تكرار سميتو الحركة، خلق الحركة بالتكرار، هذه تتعملها لك الآلة. بالحق إلا درتيها بيديك شيء آخر، أولا تتبدع بدون ما تفيق راسك، بدون وعي أنك تبدع، ولا إلا بغيتي باش تبدع عندك إمكانية ديال الإبداع، وأنك أي عمل تحاول تعمله مختلف عن العمل السابق، يعني عملية الإبداع مفروضة تلقائيا في هذاك المجال. بالإضافة إلى أنه إذا كان رسام تتكون عنده واحد الإمكانيات واسعة، تولي الآلة ثانوية بالنسبة له، ولو أنها أساسية هي ثانوية. ولهذا هذاك الجانب وهذا الجانب متوازيان ضروريان بعضهما لبعض، وشيء مزيان، ولكن التركيز على واحد الجانب بدون الآخر هذا خطأ. أولا يبغيه، لأن تطلب تضحيات جسدية، أن خاصك ترسم، خاص كما قلت لك ما بين 12 الرسم و 24 صورة في الثانية، وتلون وكذا وتعملها على السيلور، أو لا تعمل تدخلها في الأورديناتور وتحركها إلى آخره، يعني أنه تطلب مجهود بدني، هذا مجهود عقلي، وهذه المجهودات لا يمكنك القيام بها بطريقة آلية، أو لا بطريقة بأنها وظيفية غتعمل الوظيفة. إلا ما تتبغيه، إلا ما تتبغيش هذا الميدان وما بغيتيش تثبت فيه وجودك وتتحبه فعلا وانت معجب به، ما تستمرش. هذا هو أولا وأخيرا. أما الأشياء أخرى كلها تعلم، كلها تلقن، وكلها يمكن حيث لا تتبغي تطور فيه، ضروري ومؤكد.